كيفية مشاركة رابط الملف الشخصي لحسابي على سناب شات؟ أقوم بالذهاب إلى تطبيق سناب شات، هكذا أضغط عليه وأدخل إليه، ثم بعد ذلك أذهب إلى الزاوية في الأعلى هنا، أضغط على الملف الشخصي، بعد ذلك أضغط على هذه الخانة الصفراء واللي هي في صورة الملف الشخصي هنا، أضغط عليها هكذا، ثم بعد ذلك أضغط على مشاركة رابط ملفي التعريفي، أضغط عليها هكذا، نعم، ويعطونني عدة خيارات واتساب، انستغرام، أو نسخ الرابط، أو مثلا المزيد هنا، المزيد من الخيارات، يعطونك كل شيء يا أصدقائي. وهذا كل شيء، وهذه هي نهاية الفيديو. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا والإعجاب بالقناة واللايك، والسلام عليكم.